مؤتمر دولي فتح الباب لتحقيق رؤية التكامل بين علماء الأمة وقادتها، فبتنظيم مصري وحضور دولي استمرت فعاليات المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قضايا المواطنة والتصدي للفتاوى دون علم أو تخصص مع الجهل ومغالطات الجماعات الإرهابية، محاور تبلور جهود علماء الأمة للتصدي لفوضى الفتاوى والإرهاب. جزء من رسالتنا في هذا المجلس العظيم، مجلس وزراء شؤون العالم الإسلامي بلجنته التنفيذية، جزء من مهمتنا اليوم أن نكشف الجماعات الإرهابية ومغالطاتها ومن يتاجرون باسم الدين ومن يعملون عمالة وخيانة لأعداء الوطن تحت مسميات لا علاقة لها، لا بالأديان ولا بالإسلام ولا بالعروبة ولا بالإنسانية. ولا شك أن الحديث في الشأن العام الديني يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وتقدمها على المصلحة الخاصة. تهميش دور المتخصصين والاكتراء على الفتوى ونشر الفتوى الشاذة أو المغلوطة وتحريف المعاني عن قصد أو بجهل تحديات أمام مؤتمر الشؤون الإسلامية يتحمل الوقوف حائلا أمام انتشارها. وإننا بعون الله ثم بتضافر الجهود والسعي الدؤوب قادرون على صيانة أوطاننا ومحاربة هذه الأفكار الدخيلة الضالة التي تحاول الولوج إلى مجتمعاتنا. وتتعدد جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فمن نشر الوعي وصحيح الأديان والتسامح وفهم الآخر إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والدفاع عن الشريعة وتيسير حياة الناس بما يضمن تقدم الدول والمجتمعات. لتحقق السبل التسامح والتضامن والتعايش والسلام والأمان يلزم على مسؤولي وزارة الأوقاف أن يكون وسيلة وذريعة لارتباط والتواصل بين العلماء ورجال الدولة وأولي الأمر. أن الأمر ليس موكولا للأشخاص أو لأي جهة أخرى لها أهداف سياسية أو حسابات فئوية أو أي نوع آخر من البواعث لاستمالة الجماهير للتشديد عليهم. آليات وآراء متعددة تتوافق مع رؤية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجعل المواطنة عقدا يتنامى أثره الطيب لتحقيق السلام المجتمعي والعالمي. حماد العربي للتلفزيون المصري.